بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيباتي راح نديرو مع بعض أكلة خفيفة وظريفة بالمشطول اللي هي اللوبيا الخضراء. نبداو على بركة الله. بسم الله. قبل كل شيء لهنايا خديت المقلاة تاعي، حطيت فيها شوية تاع الزبدة وشوية تاع الزيت، ذوبتهم. ودوك لهنا راح نزيد حبيبة تاع الطوماطيش على حسب لا كونتيتي تاع اللوبيا اللي رايحه ديري. انا هنا خديت حبه تكون شويه هكذا متوسطه، نحطها هكذايا نملحها. انا طيبت الماشطو تاعي ديجا بالماء والملح، بصح كي دوقتها صبتها مسوسه. دوك نزيد لهنا قيس لا كونتيتي تاع الماشطو تاعي، او ميم طون خلي هذيك الطوماطيش طيب لي بالملح باش تجيني بنينه. نخليها هكذا تقلى على نار تحت المتوسط ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا بعد ما تقلات لي مليح الطوماطيش راح نزيد عليها 4 صوص تاع الثوم يكونوا كبار. دوك نقليهم قبل شويه لهنايا، ها مليح 4 صوص تاع الثوم قلت لكم يكونوا كبار. نزيد عليها شويه تاع راس الحانوت، شويه تاع القزبر، شويه فلفل احمر. هنا ما راحش تدي بزاف الوقت، الثوم تمتم كيما نعرفوها تقلب لما تحرقيها هكذا. برك خليها شويه ومن بعد خلطي كل حاجه على فوان. وهنا تكوني موجده ديجا اللوبيا تاعك، سوا تحوريها، انا قلت لكم تاع الجنان نحورها، تاع المشره نغليها باش نحي لها كامل هذوك لي برودوي اللي فيها. دوك لهنا نزيد اللوبيا تاعي. دوك نخلطها هكذايا، نقص الكاز شويه، هنا راهي تحت المتوسط، نزيد نقص برك شويه ونخليها هكذايا تتجمر مليح ونكملو التتيمه مع بعض. هنا بعد ما تجمرت لي مليح زدت عليها شويه تاع الفرماج، حبيبات تاع الفرماج كيما تحبي نتيا. ومن بعد حكمي لهنايا هذه العلبه تاع الجبن الطازج، دوكا ولاو يديروها بيها تجي بنينه هايله. زيدي حطيها ثانيك، نحيلها قبل ما هذاك اللي فيها، ما تحطيش الماء. احكمي 3 حبات تاع البيض. هنا بعد ما تقصتهم خلطتهم هكذا يا مليح مليح، زيدي حطيهم، نقصي النار لهنايا. زيدي شويه تاع الحشيشه والمعدنوس، خلطي كامل هاد المكونات مليح مع بعضهم وخليها حتى يطيب البيض تاعنا وطفي، خاطرش هذاك الجبن الطازج ما راناش حابينه يطيب بزاف باش يعطي واحد النكهه هايله. فوالا خلطيهم دوك هكذايا، خليهم حتى يطيبوا تماما ونوريها لكم في طبق تقديم ان شاء الله. هانيك النتيجه الاخيره، صدقوني تخرج روعه هذا الماشطو. نتمنى ان شاء الله تجربوها الافراد العائله تاعكم، والناس اللي ما يحبوش الزبده يقدروا يديروها تانيك اما بزيت الزيتون اما بزيت المائده، تعطي نفس الطعم وتخرج هايله. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم كالعاده خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.